كل مكان متابعي انطلاقات ختامية المرموم ضمن هذه الانطلاقات وهذا النقل الحي والمباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الرياضية والقنوات الأخرى الناقلة لهذا المهرجان والعرس التراثي الكبير. على بركة الله وتوفيقه تعلن ثاني انطلاقات هذا المساء الجميل، وهذا هو شوط الجعدان. الانتاج 4 كيلومترات هي المسافة المقررة مباشرة مع مهاوش في المركز الاول لمبارك بن راشد بن حضيرم الاكتبي يتقدم هذه الاسماء، بينما المركز الثاني الوصول مع النصر سالم بن محمد بضبيع الاكتبي يصل على المركز الثاني. النقلة مباشرة الى المركز الثالث، هذا همال احمد بن علي بن عمير المنصوري يتقدم، والقادم من ميدان الوثبة يقدم لنا همال على المركز الثالث. النقلة مباشرة مع مجد ناصر بن سلطان بن سعيد بن محمد الاكتبي خذ المركز الرابع، بينما المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن مبارك بن عثعيث العامري خذ المركز الخامس. المركز السادس الوصول في سادس المراكز نجد لعلي بن سلطان بن محمد الملعاي الاكتبي خذ المركز السادس. المركز السابع يتقدم هناك ايضا طواش حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري خذ المركز السابع، بينما المركز الثامن وصول ودخول في ثامن المراكز هذا المختبر حمد بن سعيد بن زفنه العفاري، والمركز التاسع يتقدم قاصد حمد بن محمد بن محنه بالويع العامري، بينما المركز العاشر يتقدم الفاتن سعيد بن احمد بن سالم الوهيبي يصل في هذه اللحظات. هذه العشر المراكز الاولى المتقدمه في اول اشواط الجعدان وتسعيره هجن العاصفة، بالانتظار عودة الى بضبيعة، عودة الى بضبيعة. على المركز الاول يقدم لنا النصر سالم بن محمد بضبيعة الاكتبي يتقدم على مقدمة هذا الشوط والصدارة الاولى والمقدمة الاولى، بينما المركز الثاني الوصول من شعار بن عثعيث العامري يتقدم هناك من خلال هذا هو شاهين عبد الله بن مبارك بن عثعيث العامري، ولكن الله شوفوا التغيير شوفوا الدخول، وصل في هذه اللحظات قاصد حمد بن محمد بن محنة بالويع العامري 1200 وهني بان الزين يا بن غراب. شوف السرعة والانطلاقة هنا في هذا المهرجان. ايضا من يتقدم وياتي هذا هو طواش حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري، بينما هناك ايضا الوصول الدخول مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام القادم هذا شاهين عبد الله بن مبارك بن عثيث العامري، اول اذاعة للقادم سلهود محمد بن الدحبي بن صنقوح العامري، وصل بن صنقوح بدأ يتدخل من خلال هذا الاسم، ولكن شوفوا القدوم الاخر والزاوية الاخرى ايضا تحمل لنا ثمين حمد بن سعيد بن محسن الفلاحي، وصل وبن ميرين من الزاوية الاخرى، بن ميرين يتقدم ايضا وياتي مع مزاج سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين، وصل وصل صاحب الرمز، وصل هذا الشعار من حصل على الرمز على ولد الفارس هناك ايضا في ميدان الشحانية، ولكن الدخول من هداد الواصل عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري بدأ يغير بن هضبان، ولكن هنا الواصل الدخول من ثمين عمر بن نايع بن سالم بشريقي الاغفلي، وصل يبحث عن النقطة الثانية وتسعيرة هجن العاصفة لمن سوف تكون. شوف القدوم والوصول مرحب علي بن مصر بن علي الخيالي، وصل والقادم طريف ايضا لمحمد بن علي بن سالم الدرعي، وصل ولكن خلاص بالشريجي بالشريجي النقطة الثانية، يبحث ايضا عن الفوز والانتصار مع ثمين عمر بن نايع بن سالم بالشريجي الاغفلي. سلام سلام على هذا الفوز، اشكرك اشكرك يا عمر على هذا الاداء، او عمير بالشريجي بالفعل من يقدم هذه النجومية الرائعة، تهانينا والنام موسى المركز الثاني، وصل في ثاني المراكز ايضا هناك مرحب لعلي بن مصر بن علي الخيالي المركز الثالث، كان طريف لمحمد بن علي بن سالم الدرعي، والمركز الرابع هناك هداد عبد الله بن هضبان بن مبارك العامري المركز الخامس، المركز الخامس الواضح لسيف بن حميد بن سيف بن بدر العليلي. هكذا مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام في كل مكان
كانت احداث شوط الجعدان والتوقيت الافضل يتسجل 5 دقائق 46 ثانية وثمانية اجزاء من الثانية ثمين. عمر بن نايع بن سالم بالشريجي الغفلي تهانينا والناموس على هذا الفوز، تهانينا القوم بالشاوي على هذا الاداء 5 47 6 اجزاء من الثانية، تهانينا لعلي بن مسر بن علي الخيالي على فوز مرحب، وتهانينا المسر بن علي الخيالي، والتهانينا لابو احمد ايضا على هذا الفوز، بينما المركز الثالث 5 دقائق 48 وجزئين من الثانية كان هناك ايضا طريف لمحمد بن علي بن سالم بن سليم الدرعي، تهانينا والناموس على هذا الفوز. هكذا كانت احداث اول اشواط الجعدان الانتاج هنا في اول ايام هذا المهرجان الختامي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، ايها الحول الكريم، ايها المتابعون جميعا، احييكم باجمل تحية مسائية مع انطلاقة ثالث اشواط هذا المساء.